ولعل أعظم مستشفى يذكر في التاريخ. أنا ما رأيت شيئا مثله ولو في زماننا هذا. المستشفى الذي بناه يعقوب المنصور الموحدي في مراكش يذكره عبد الواحد المراكشي في كتابه المعجم، يقول إن يعقوب المنصور هذا بنى بيمارستانا. قال عبد الواحد: ما أظن أن في الدنيا مثله. وأنا أقول أيضا: وما أظن أن في الدنيا هذه التي رأيت أنا مثله. المستشفى مبني يقول لك يعني هذاك الجليج الفاسي وهذاك الشيء الرخام، ما تسولش هذاك الشيء نفوتوه. الفراش أحسن ما يكون من الفراش من الفرش. ثم أمر فيه بأن تزرع جميع أنواع الأشجار المأكولات والمشمومات، ثم جعل فيه ممرا للماء يمر على البيوت كلها، بيوت المرضى، زائد ثلاثة برك في وسط المستشفى واحدة من الرخام الأبيض. ثم جعل له 30 دينارا كل يوم تتخسر عليه، هذه غير الماكلة ديال المرضى وإلا عندهم شي حاجة خصهم، سوى ما رصد للأدوية والعقاقير والأكحال وكانت تصنع هناك. وتسمعوا العجب، العجب عاد غادي يبدأ. قال: ويجعل المرضى ثياب، ثياب النهار وثياب الليل، إن كنت في الصيف تكون ثياب صيفية، إن كنت في الشتاء تكون ثياب شتوية. قالوا: يداوى حتى يشفيه الله ويموت. راه جلست تما، ماشي غادي نقول له دير خصنا الفراش ودابا انت ما بغيتيش هذا وسير ديوا وليداتي هذا، لا تما تبقى يقابلك الطب، اما تبرا اما تموت. فاذا شفيت فكنت من اهل اليسار يعطوك فلساتك وداك الشيء الله يهنيك، واذا كنت من اهل الفقر يعطوك فلوس ويتخرج حتى تستقل بشانك. وشكون يدخل لها؟ المراكشيين بوحدهم. كل من مريض هو في مراكش، يكون غني يكون فقير يكون مراكشي يكون منين ما بغى يكون. والخليفة بعد صلاة كل جمعة يأتي ذلك المستشفى ويدور على المرضى: كيف حالكم؟ كيف القائمون عليكم؟ خصكم شي حاجة؟ يكون ممتي تلوش فيكم. ومكث كذلك إلى أن مات مستشفى مراكش. الحديث عن هذا الشيء عجيب جداً.